إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس من وسائل التي تخص أسنان كبار السن تسوس الأسنان. تكثر الإصابة بتسوس الأسنان وبالأخص يعني تسوس جذور الأسنان في مراحل العمر المتقدمة، حيث غالبا يعني ما تنحسر اللثة مع تقدم العمر على الأسنان يعني كاشفة جذور الأسنان طبعا التي لا تقاوم التسوس جيدا. لذلك فأنا من المهم جدا يعني أنه يعتني كبار السن بنظافة أسنانهم باستخدام معجون الأسنان يحتوي على الفلوريد، وأيضا باستخدام خيط الأسنان بشكل يومي، أيضا إلى جانب عدم الإهمال في زيادة الاهتمام في هذه المنطقة. وأيضا من الضروري مراجعة الطبيب المتخصص عندما يعني يكون في تسوس سواء سطحي أو داخلي في جذور الأسنان. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.